مبدئيا لازم نعرف الإعلامي. الإعلامي هو كل من يشارك فكريا وعمليا في صياغة المادة الإعلامية، في صياغتها المضمون والشكل. وبالتالي أي إعلامي بيقوم بهذا الدور، القانون يعني حدد شعب معينة، المذيع، مقدم البرنامج. الفرق ما بين المذيع ومقدم البرنامج للتوضيح برضو؟ هو الشكل العلمي، بس خد بالك الشكل العلمي بتراجع مع اللي بيحصل في الإعلام. المذيع عادة هو مذيع التنفيذ اللي هو بيقرا نشرة الأخبار. تمام. يعني مذيع تطلق على من يقرأ نشرة الأخبار. مقدم البرامج اللي هو زينا كده بنقدم برامج. بالضبط كده. تمام. فده الفرق الموجود.